عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلاً وسهلاً بكم إلى مختاراتنا من الصحف لهذا اليوم. نبدأها من صحيفة القدس العربي، حيث كتب إلياس الخوري مقالاً تحت عنوان وردة حمراء لفلسطين الشمالية، قال فيه: لا أملك يا سيدتي سوى كلمات أرسمها كوردة حمراء أقدمها لك في رأس السنة. وردة حمراء تنزف دماً سكبه بناتك وأبناؤك خلال سنوات ثلاث طوال. في الماضي كان الفلسطينيون يطلقون على بلادهم اسم سوريا الجنوبية، يوم كانت البلاد حلماً بالديمقراطية والاستقلال، كما رفع اللبنانيون العلم العربي في ساحات مدنهم وهم يرون في بلاد الشام بلادهم التي عليهم بناؤها من جديد. لا أريد المقارنة بين نكبتين، لكن إذا كنا نستطيع التذرع بسذاجتنا السياسية وضعفنا كي نبرر نكبتنا في فلسطين، فإننا لا نملك أي ذريعة نبرر بها نكبتنا الثانية في سوريا وانهيارنا السياسي والأخلاقي في لبنان وهذا التشظي العراقي الذي لا يرحم. لكن ماذا نسمي اليوم؟ هل سنضطر أن نطلق على سوريا اسم فلسطين الشمالية؟ ونحن نرى كيف تدمر البلاد ببراميل البارود، ويذل الناس ويشردون من ديارهم، ويجوعون ويخطفون. نكبتنا بالوحش الاستبدادي، أي بشار الأسد وبطانته من القتلة والسفاحين الذين قرروا إحراق سوريا. ونكبتنا بجيوش من القاعدة ومن لف لفها من الأصوليين الذين تفوح منهم روائح النفط والذين يريدون محو الوجود الوطني واستبداله بخطاب صنعه الانحطاط يقذف بنا إلى خارج الزمان. ونكبتنا بنخبة سياسية معارضة قررت أن تقود من الخارج وراهنت بحماقة على التدخل الخارجي الذي لم يتأخر لكنه جاء خلافا للتوقعات الساذجة لمصلحة المستبد عبر دعم إيراني وروسي لا محدود. وكما يبيع الأمريكيون سوريا الجنوبية للغول الإسرائيلي، فإنهم يبيعون فلسطين الشمالية لوحش الدمار والاندثار. تقاومين يا سيدتي كما لم يقاوم أحد، محاصرة بالموت والخيانة، لكنك ترفعين عينيك المبتلتين بالدموع المحترقة وتصرخين بحريتك وحريتنا. لن تكوني فلسطين الشمالية بصفتك نكبتنا الجديدة، بل ستكونين فلسطين كلها عندما تنفضين الموت عن كتفيك وتنتصبين من جديد اسما للحرية. اقبلين يا سيدتي، اقبلين أبناء يتعلمون بين يديك فك أحرف كلمة الحرية، وتقبلي منا هذه الوردة الحمراء واغفري لنا. أما موقع كلنا شركاء فقد نشر نقلا عن صحيفة الفاينانشال تايمز تقريرا لرولا خلف تحت عنوان قوانين الاشتباك. تستهل الكاتبة تقريرها بتسليط الضوء على شيء من التناقض فيما يتوقعه العرب من الولايات المتحدة. كانوا لسنوات يصرخون أن وجودها في المنطقة غير مرحب به لأنها تقتل المسلمين ويطالبونها بالرحيل. الآن وقد غادرت الجيوش الأمريكية العراق وعلى وشك أن تنسحب من أفغانستان خلال هذا العام، بدأ العرب يعبرون عن استنكارهم لتهجيم الولايات المتحدة لدورها في المنطقة. هذه المرة ليس الغضب من الموقف الأمريكي ذا طابع شعبي، بل الحكومات هي التي تتململ. وإذا نظرنا إلى الموقف من العاصمة السعودية، فإن عدم اطلاع الولايات المتحدة بدور كبير في سوريا والاتفاقية التي أبرمت مع إيران حول برنامجها النووي وتراجع اهتمام الولايات المتحدة بنفط الشرق الأوسط، كل هذا يؤشر إلى تراخي الالتزام الأمريكي نحو المنطقة. لا يمكن أن تعود دول الخليج للثقة بالولايات المتحدة كما فعلت خلال العقود الستة الماضية، كما يقول عبد الخالق عبد الله أحد كبار المعلقين في الإمارات العربية المتحدة حسب الصحيفة. وتنسب كاتبة التقرير إلى الأمير محمد بن نواف السفير السعودي لدى بريطانيا القول:
إن الولايات المتحدة تعرض أمن المنطقة للخطر واستقرارها للزعزعة. وترى الكاتبة أن مراجعة دول الخليج لعلاقاتها بالولايات المتحدة شيء صحي بعد أن تعرضت للانتقاد بسبب اعتمادها المفرط على قوى خارجية من أجل حل مشاكلها. مشاهدينا الكرام، نشرت صحيفة الحياة مقالا لروبرت فورد سفير الولايات المتحدة السابق في سوريا بعنوان التحرك إلى الأمام وصنع السلام في سوريا. قال فيه: من دمشق وبلدة جاسم وحما وحلب على التراب السوري وفي دول المنطقة، أمضيت السنوات الأخيرة كشاهد عن قرب على نضال الشعب السوري وعلى وحشية نظام الأسد. لذا أنا أدرك الشعور الذي يدفع للقول بأن الأهوال التي حدثت أخيرا في هذا الشتاء القاتل هي سبب يدعو إلى عدم الذهاب للتفاوض. لكنني أعرف أيضا أن تلك الأهوال تجسد بعمق السبب والدافع للقدوم إلى طاولة المفاوضات مع المجتمع الدولي. للأسف يحاول نظام بشار الأسد على ما يبدو أن يسمم المناخ، حيث كرر الناطق باسمه القول أن الأسد لن يسلم السلطة إلى حكومة انتقالية. علاوة على ذلك، وبينما أقوم بكتابة هذه السطور، يستمر النظام بشن الهجمات المروعة على المدنيين في جميع أنحاء سوريا، ويستمر في جعل تحقيق الرؤية المتمثلة بسوريا ديمقراطية مستقرة تضم الجميع، يستمر بجعلها أمراً أكثر صعوبة. أولاً، يقوم النظام بزيادة حجم ونطاق هجماته التي لا يمكن تبريرها ضد المدنيين، فقد واصل لأسابيع ضرب مدينة حلب ومدن أخرى بلا هوادة بالبراميل المتفجرة. ثانياً، يواصل نظام الأسد التسبب في تفاقم الكارثة الإنسانية التي كان هو من أطلق لها العنان، والتي تعد أسوأ أزمة إنسانية شهدها هذا الجيل. ومع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء يزداد الوضع سوءاً. أخيراً، كثف النظام في الأيام الأخيرة من عمليات الاعتقال لشخصيات من مجاميع المعارضة التي كان يسمح بوجودها داخل سوريا. إن هذه الاعتقالات مثار قلق كبير لدى الولايات المتحدة لهذه الأسباب وأسباب أخرى كثيرة غيرها. ضمنا صوتنا مرة أخرى إلى نظرائنا في مجموعة لندن 11 لإعادة تأكيد ما هو واضح: لا يمكن أن يكون للأسد دور في سوريا الجديدة، واستمراره في الحكم لا يخدم سوى مصالح الإرهاب والتطرف في سوريا. أما جريدة الحياة الكويتية فقد كتب صالح القلاب مقالا تحت عنوان: تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، أمريكا تتحمل المسؤولية. قال فيه: عندما يثبت أن أمير كتائب عبد الله عزام المدعو ماجد الماجد الذي مات قبل أيام في لبنان تدرب في معسكرات للقاعدة في إيران، وقبل ذلك ثبت أن بعضا من أبناء أسامة بن لادن كانوا يقيمون في طهران، وأن التابعين لهذا التنظيم الذي غدا مطاردا في العالم بأسره كانوا يتنقلون وربما ما زالوا في المثلث الإيراني الأفغاني الباكستاني. فإنه يجب أن يصبح ما لا نقاش فيه هو أن تنظيم دولة العراق والشام الإسلامية هو صناعة مخابراتية إيرانية سورية، وأنه أنشئ ليلعب دور الطابور الخامس داخل المعارضة السورية وللقيام بجرائم وحشية ضد المدنيين السوريين لتشويه صورة هذه المعارضة. والمشكلة هنا أن الأمريكيين ومعهم دول الاتحاد الأوروبي قد لجأوا بدل دعم الجيش الحر وتمكينه من التصدي لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وكل الاختراقات الإرهابية المدفوعة والموجهة، لجأوا إلى التشكيك في هذا الجيش وفي كل المعارضة السورية المعتدلة. وبهذا فإنهم قد صبوا الحب في طحونة بشار الأسد وأعطوه مصداقية لادعاءاته بأن معركته ليست مع الشعب السوري بل مع الإرهاب. وبالتالي فإنه بمساعدة روسيا بات يستعد للذهاب لمؤتمر جنيف 2 بجدول أعمال من نقطة واحدة هي إما التنظيمات الإرهابية وإما هذا النظام العلماني المعادي للتطرف والأصولية.
وختم القلاب بالقول: إن على الولايات المتحدة أن تسارع ومعها الدول الأوروبية إلى التخلي عن تخاذل الأعوام الثلاثة الماضية لتقديم كل ما يمكن للمعارضين السوريين المعتدلين للقضاء على هذا الوباء الإرهابي الأصفر ومنعه من أن يتفشى أكثر وأكثر، وإلا فإن الغرب كله سيدفع الثمن، بالإضافة إلى هذه المنطقة والشرق الأوسط كله. مشاهدينا الكرام، نشرت صحيفة زمان الوصل مقالا تحت عنوان تغيير المسار في الثورة السورية بقلم مروان سليمان، قال فيه: إن الثورات المندلعة هي ثورات شعبية بالأساس نابعة من فكر الشعوب، وقدمت التضحيات الجسام من أجل تغيير الواقع لأسباب عديدة، منها غياب الديمقراطية وسيطرة الحزب الواحد والقضاء على المعارضة ووراثة الحكم من الأب إلى الابن وتكميم الأفواه والفقر والبطالة، وخاصة عندما فاقت الشعوب من الغيبوبة وحررت الإرادة السليبة من الشعارات الكاذبة كالتحرير والإعداد للمعركة والمقاومة. إن صعود الحركات الإسلامية المتشددة في الثورة السورية كان نتيجة حتمية بسبب تراجع وإخفاق القوى الأخرى في تحقيق أهدافها، وبسبب فشل النخب الثقافية في نشر ثقافة الوعي، وفشل القوى الثورية وانعزالها على ذاتها والهرولة في تحقيق أهداف آنية وخلق أجواء مريحة ومواتية في سبيل نمو الحركات الإسلامية المتشددة، بالإضافة إلى الجهد الذاتي من قبل هذه الجماعات في التعبير عن نفسها ونشر أفكارها وتربية الناس، وخاصة من الجيل الصاعد، على مفاهيمها ومقاساتها وربطها بالقدسية السماوية. وعندما هيمنت على الحياة السياسية وأصبحت الفرصة مواتية لإعلان نياتها، عملت في صفوف المعارضة ظاهريا لكنها متحالفة في الحقيقة مع النظام الاستبدادي ونهجه الشمولي والإقصائي، وعملت على قمع القوى الثورية والجماهير الشعبية التي خرجت من أجل الديمقراطية والحرية. وهذا ما ساعد في إطالة عمر الدكتاتورية وتشويه سمعة الثورة وتحريف أهدافها وإظهارها على أنها ثورة طائفية، أي إن العنف هو القاسم المشترك بين هذه الجماعات والنظام الذي نما وترعرع مع الأزمات السياسية والعوامل الاجتماعية المعقدة مثل الولاءات الطائفية والتركيبة السكانية المختلفة. ولكن في الثورة السورية تكفلتها دول وأنظمة في سبيل تحقيق مشروعهم المعروف بالإسلام السياسي تحت راية هذه الحركات المتشددة، وهذا ما كان يصبو إليه النظام منذ بداية الثورة، على أن يتكون لدى المواطن صورة كئيبة ومظلمة تصور على أن القادم هو أسوأ من النظام وتركيبته، وأن القوى الظلامية هي البديلة عن النظام، وخاصة في ظل صعود حركات إسلامية على سدة الحكم، لكنهم لم يكونوا معتدلين مثل ما ادعوا أو كما كان المواطن يتمنى. أما ميشيل كيلو فقد كتب مقالا في صحيفة الشرق الأوسط تحت عنوان خيارات سوريا، قال فيه: من الصعب اليوم استشراف منطويات وأبعاد تدمير سوريا، سواء فيما يتعلق بأهميتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، أو بما تمثله من إرث حضاري ودور تاريخي. من المحال اليوم الحديث بدقة رقمية أو تفصيلية عن نتائج التدمير الذي تتعرض له وطاول كل فرد من شعبها من أعلى قمة هرمه وصولا إلى آخر فرد فيه، حتى لا يمكن القول أن سوريا ستكون بحاجة إلى أن يعاد بناؤها حجرا حجرا وبيتا بيتا، وأن ما صنعه شعبها على مر تاريخه لا بد أن يعاد صنعه من جديد. ثمة نتيجتان متناقضتان سيتمخض عنهما الصراع الدائر في سوريا اليوم: أولهما انتصار النظام وبقاء سوريا بلدا نازفا يجب أن يظل مدمرا إلى فترة طويلة لا يستطيع شعبه خلالها الخروج من الشلل العام الذي أنزلته به آلة عسكرية فتاكة ستحرص على عدم نهوضه من جديد حتى لا يستأنف مقاومته
ويكرر ما جرى بعد عام 1982 حين سحقت حما، وقال حافظ الأسد في اجتماع للقيادة القطرية أنه قصم ظهر المعارضة لمئتي عام. وثانيهما سقوط النظام وإعادة بناء سوريا جديدة ومغايرة لا تشبه ما سيخلفه نظامها وراءه. ستنهض دولتها الوطنية والديمقراطية على أسس مغايرة جذرية للأسس التي قامت عليها دولة الطغيان والاستبداد الراهنة. ستأخذنا الحرب الظالمة التي يشنها النظام وتفرعاته الأصولية والأمنية ضدنا في واحد من اتجاهين متناقضين، إما هزيمة الثورة وما ستنتجه من تفاقم في الاستبداد سيحول بين الشعب وبين العودة إلى مدنه وقرى، وسيقضي على أعداد كبيرة من أبنائه الذين لم يغادروا وطنهم، أو انتصار الشعب على الاستبداد السياسي والمذهبي الفئوي وإعادة بناء وتجديد سوريا في حاضنة تاريخية وقيمية مغايرة تماما للحاضنة التي خلقها النظام طيلة نيف ونصف قرن، وساقتها إلى هزائم خارجية متكررة ومجازر داخلية متلاحقة. ليس لتدمير سوريا الراهن غير معنى وحيد، الإبقاء على السلطة ونظامها عبر القضاء على شعب يدفعه وعيه بمقاصد استبدادها وسياساتها إلى تقديم تضحيات يومية محملة بطابع إنقاذي يريد حماية حياة وحقوق كل فرد في وطننا، بينما يبقي أبواب المستقبل مفتوحة على الأمل في تحقيق ما خرج ناسنا لتحقيقه. مشاهدينا الكرام، وكالة أنباء الأناضول نشرت تقريراً عن أسباب مختلفة تعيق الالتزام بالجدول الزمني لتدمير السلاح الكيميائي في سوريا. جاء فيه: شهدت خطة تدمير الأسلحة الكيميائية السورية تأخراً عن الجدول الزمني المعلن، ولم يبدأ بعد نقل المواد الكيميائية التي جمعت في ميناء مدينة اللاذقية تمهيداً لتدميرها خارج سوريا. وتعد العوائق البيروقراطية من أسباب التأخير إلى جانب الظروف الجوية السيئة والاشتباكات. ووصل القسم الأكبر من الأسلحة الكيميائية إلى ميناء اللاذقية، وسيجري تدمير القسم الأول من الأسلحة والبالغ 500 طن على متن سفينة أمريكية تدعى كيب راي مزودة بأحدث التكنولوجيا، ومن المنتظر أن تتوجه إلى البحر الأبيض المتوسط خلال الأيام المقبلة. ويتوقع أن تدرس منظمة الحظر التطورات والخطوات بشأن تدمير الأسلحة الكيميائية السورية خلال اجتماع مجلسها التنفيذي في 8 من الشهر الحالي. وكان من المقرر استكمال تدمير الأسلحة الكيميائية السورية حتى منتصف العام الحالي في ضوء المفاوضات التي جرت بين روسيا والولايات المتحدة بهذا الخصوص. وحسب الجدول الزمني المعلن سابقاً من قبل منظمة الحظر، كان من المفترض أن يتم إخراج الغازات السامة على غرار الخردل والساري من سوريا حتى نهاية كانون الأول الماضي، وتدميرها حتى نهاية آذار المقبل، إلا أن الظروف الجوية والاشتباكات أعاقت الالتزام بالجدول الزمني. أما فيما يتعلق بالمواد الكيميائية الصناعية، من المقرر أن يجري نقلها إلى خارج سوريا حتى 5 من شباط المقبل، وتدميرها بالكامل حتى 30 من حزيران المقبل عبر الاستعانة بشركات خاصة. وترى منظمات مدافعة عن البيئة أن تدمير الأسلحة الكيميائية في البر سيكون مناسب أكثر من تدميرها في البحر كما هو مقرر، في حين قدمت الولايات المتحدة ضمانات لمنظمة السلام الأخضر بعدم تلويث البحر خلال عمليات التدمير. في سياق متصل، تعهدت الولايات المتحدة باستكمال إتلاف أسلحتها الكيميائية حتى عام 2023، بينما تعهدت روسيا بإنهاء العملية لغاية عام 2015. وكانت منظمة الحظر أوضحت أنه جرى تدمير 81% من مخزون الأسلحة الكيميائية المعلنة في العالم حتى تموز الماضي. وبالانتقال إلى موقع حبر دار الإلكتروني الذي نشر تقريراً عن الاشتباكات الأخيرة بين تنظيم الدولة والفصائل الأخرى والتي تلقي بظلالها على جنيف 2، والأطراف المتصارعة تحاول فرض واقع جديد على الأرض. جاء فيه:
يلقي الاقتتال الدائر حاليا بظلاله قبيل انعقاد مؤتمر جنيف 2 وسعي كل طرف لتعزيز مواقعه للدخول بشكل قوي إلى المفاوضات، في وقت أعطت هذه التطورات انطباعا بتوحيد الجهود بين الجيش الحر والفصائل الإسلامية ضد تنظيم الدولة المتهم بممارسات قمعية تشبه تلك التي يمارسها النظام. ورافق اندلاع المواجهات بيانات كثيرة وبيانات إدانة كبيرة تجاه تنظيم الدولة وممارساته ضد فصائل المعارضة والأهالي. ونتيجة الاشتباكات التي جرت تمكن مقاتلو الجيش الحر والفصائل الإسلامية من السيطرة على عدد كبير من البلدات والقرى في ريفي حلب وإدلب من بينها مقرات حصينة للتنظيم واعتقال عدد كبير من مقاتليه وقتل آخرين، إضافة إلى تمكن الجبهة الإسلامية عبر حركة أحرار الشام من الإفراج عن مصور صحيفة مليت التركية بنيامين آيكون الذي كان مختطفا من قبل التنظيم حسب ما أفاد المصور المفرج عنه. وعلى الرغم من الصعوبات التي ترافق انعقاد مؤتمر جنيف ومقاطعة المجلس الوطني السوري له بانتظار الموقف النهائي للائتلاف السوري المعارض الذي أكد مشاركته بشروط معينة مسبقا تزامنا مع بدء اجتماعات هيئته العامة في اسطنبول أمس والتي تستمر يومين آخرين. سامح راشد الباحث في مؤسسة الأهرام المصرية يرى أن هناك صعوبات سياسية تتعلق بترتيبات المؤتمر من جهة الأطراف المشاركة فيه والاختلاف حول مشاركة إيران، مضيفاً إن الاختلاف أيضاً هو من جهة الأساس الذي ينطلق منه المؤتمر، وفكرة أنه يهدف إلى حكومة انتقالية وحل سياسي توافقي فضلاً عن خلافات تمثيل المعارضة. وأشار راشد أن احتمالات انعقاد المؤتمر ضئيلة بسبب التطورات، متوقعا في الوقت نفسه احتمالية عدم انعقاد المؤتمر بنسبة كبيرة نتيجة لهذه التعقيدات. بهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا في حديث الصحافة لهذا اليوم، شكرا لحسن متابعتكم، لنا لقاء متجدد غدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.